جئنا اليوم لنقول في هذه الفعالية والتي كانت بعنوان لمسة جناح أو بلسم جناح، تأكيدا منا بأن الطفل الفلسطيني له الحق بالعيش بكرامة. الطفل الفلسطيني الذي لن يتجاوز عمره 15 عاما لقد شهد 4 حروب، فمن حق هذا الطفل أن يعيش. اليوم جايين لنضوي الشموع ولنحكي للعالم عن أطفال فلسطين اللي بيموتوا هنا والمجازر اللي بيكتئبها اللي بيعملها الاحتلال الإسرائيلي هنا. واليوم جينا نرش الورود ونحيي ونحكي للأطفال لكل العالم اللي بيصير هنا في فلسطين. احنا بنطالب العالم ودول العالم كلها توقف إسرائيل لحدها، لأنه احنا تعبنا ولازم توقف إسرائيل على حدها، لأنه في كتير أطفال قاعدين بيموتوا وما لهمش أي دخل في اللي بيصير هنا. كلنا سنحتاج عون جدا. خلوا الصورة للأطفال رجاء. أنا جاية هان عشان أوصل رسالتي لكل العالم إنه من حق أطفال من حق أطفال غزة إنه يعيشوا زي أطفال كل العالم. إحنا جايين هان عشان نضوي الشموع عشان إسرائيل ارتكبت مجزرة وقتلت الأطفال هنا. رحمة الله وبركاته.